عبر التاريخ وعلى مدار الزمان ظهر رجال صنعوا التاريخ وسطروا حروف أسمائهم بحروف من نور، ليظل التاريخ يذكر لهم ما قاموا به من أعمال، وتظل البشرية تذكرهم حتى نهاية الخليقة. ومن أشهر هؤلاء الملك مينا، مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى وصاحب الفضل الأول في نشأة الحضارة الفرعونية العظيمة على أرض مصر، حيث استطاع أن يوحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب في عام 3200 قبل الميلاد. ولهذا لقب بالألقاب العديدة مثل ملك الأرضين، صاحب التاجين، نسر الجنوب، ثعبان الشمال. وبذلك أصبح أول مؤسس أسرة حاكمة في تاريخ مصر الفرعونية، بل في تاريخ العالم أجمع، وارتدى التاج المزدوج لمملكتي الشمال والجنوب. يعرف اسم الملك مينا في بعض الكتابات المصرية القديمة باسمه ميني، قبل أن يحرف المصريون اسمه ويلقبونه بمينا. ومن الغريب أن كلمة ميني تعني في اللغة المصرية القديمة يؤسس أو يشيد، فكأن المصريين يريدون أن يبجلوا عمله في اسمه. أما في اللغة القبطية المصرية فهي تعني ثابت أو راسخ. استحوذت شخصية الملك مينا على مساحة من الجدل الكبير عند علماء المصريات، فالبعض ينسبه إلى الفرعون حور عحا، والبعض الآخر ينسبه إلى الفرعون نارمر. الملك مينا كان حاد الذكاء، فبعد توليه السلطة فكر في اختيار موقع يتوسط مملكة الشمال ومملكة الجنوب ليستطيع منه أن يحكم مصر، فقام بإنشاء قلعة كبيرة محاطة بسور أبيض وأطلق عليها اسم منفر، وهي كلمة تعني الميناء الجميل أو الجدار الأبيض. والمعجزة في الأمر أن جزءا من هذا الجدار متبق إلى الآن، فكانت القلعة هي عاصمة مصر في الدولة القديمة، ثم أسماها الإغريق بعد ذلك منفيس أو طريق الكباش، ثم أطلق عليه العرب عند فتح مصر منف. اجتمع مينا برؤساء الجيش، وبعد أن اكتملت له عناصر القوة بانضمام زهرة شباب الجنوب إلى الجيش بعد أن أتموا تدريبهم، فكان لا ينقصهم سوى إشارة من الملك مينا ليحطموا الحاكم الظالم في الشمال ويرفعوا عن إخوانهم في الشمال الظلمة والذلة، ويضعون على رأس مينا التاج المشترك. وبعد عدة شهور خرج الجيش وانتظمت صفوفه حاملين الأعلام ضاربين طبول الحرب. وعندما أصبح الجيش خارج المدينة أمرهم فانقسموا إلى نصفين، ركبت إحداهما النيل في مراكب خاصة، بينما صارت الأخرى على محاذاة النيل على مرمى البصر من الأولى. احتشد جيش الشمال لمحاربة مينا وهو في المقدمة على رأس جيشه يوزع الموت على أعدائه ببلطته الكبيرة التي يحملها بيده اليمنى ويحمل درعه الثقيل بيده اليسرى، حتى أنزلوا الرعب في صفوف جيش الشمال. شق مينا طريقه إلى رئيسهم واش فضربه ضربة أطاحت بسلاحه، فركع يطلب الرحمة من مينا، فسدد له مينا ضربة قضت عليه، فوقع جيش الشمال بموت قائده. بذلك النصر تحقق أمل الملك مينا، وأصبحت مصر دولة واحدة قوية ذات جيش واحد وحاكم واحد، واتحد القطران بعد طول فرقة، وتلاقى الشعبان بعد طول بعاد. وقد أعقب هذا الانتصار الذي قام به مينا تطورا هائلا في الحضارة المصرية وتبلورا لمبادئ الحكومة المركزية، وكانت هذه الوحدة عاملا هاما في نهضة مصر الفرعونية في شتى نواحي الحياة. ثم أراد الملك مينا أن يرضي أهل الشمال ويزيل من أنفسهم مرارة الهزيمة، فأمر أن تسير الأمور في كل إقليم وفق تقاليده وعاداته، وخصص لكل من القطرين وزارة وإدارة مستقلة، إحداهما للشمال والأخرى للجنوب، بينما الملك يرأس بنفسه جهاز الحكم ويديره من قصره. واعتاد على زيارة الأقاليم بنفسه وأن يسمع بنفسه مطالب الشعب ليحققها. وفي رحلته وصل إلى مقاطعة سايس، وكان ملكها عادلا، واستضاف الملك مينا في قصره وأكرمه. وكان من بين بنات الأمير سايس بنتا تدعى نبت حطب، كانت على قدر عظيم من الجمال والخلق، فأعجب بها مينا وتمنى أن تكون زوجة له حتى يرضى أهل الشمال بعد هزيمتهم بزواجه من إحدى أميراتهم وجعلها الوجهة الملكية إرضاء لكبرياتهم، فطلب من الأمير الزواج منها فوافق وتم الزواج. وقبل أن يغادر مينا الشمال قرر أن يترك وراءه من يحمي الشباب للضرب على أيدي المتمردين المفسدين خشية ثورتهم، وقرر إنشاء مملكة جديدة يكون موقعها بين المملكتين ويستطيع أن يجعل منها معقلا لجنوده وقاعدة لجيشه ينزل بها كلما أراد زيارة إقليم الوجه البحري، فدعا لذلك كبار مهندسيه لاستشارتهم في اختيار موقع مناسب لها. وبعد دراستهم للأمر وقع اختيارهم على مكان مدينة منف المسمى حاليا ميتراهينا،
وقد استلزم إنشاء هذه المدينة تحويل مياه النيل المندفعة إلى مجرى آخر، وذلك بإقامة سد على مجرى النهر، وكان أول عاصمة للحكومة المتحدة فيما بعد. لما اطمأن الملك مينا على بناء مدينته الجديدة واستتب الأمن في البلاد، عاد مع زوجته إلى عاصمة حكمه القديمة، ودخل مدينة ثينا في موكب حافل دخول الظافرين. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها تستقبل ابنها البار الذي حقق للبلاد وحدتها. حكم مينا البلاد مدة 62 عاما، وحارب فيهم أعداء البلاد معاملة على حفظ وحدة مصر. وقد بلغ من محبة الشعب لملكهم أن قبلوا مختارين تغيير تقليدهم بخلع الملك عندما يبلغ حكمه 30 عاما، حتى لا يحكم البلاد إلا الشباب. ولكن وفاء منهم لملكهم المحبوب مينا، أجمع رأي الشعب على تجديد مدة حكمه. وعندما كان مينا في زيارة لمنف في رحلة، استغل الفرصة لممارسة هواياته المفضلة لصيد الطيور والوحوش في أحراش الدلتا القريبة من منف، ومعه بعض حراسه أغراهم كثرة الصيد، فتوغلوا في الأحراش وابتعد مينا وحيدا وهو يبتلع أحد أفراس البحر المفترسة. وكان الملك جسورا شجاعا رغم كبر سنه، فأخذ يقترب من الفريسة شاهرا رمحه محاولا قتلها بضربة واحدة، ولكنه أخطأ الهدف فهجم عليه الفرس بوحشية وضراوة وقتله. فأسرع الحرس إلى مكان الحادث، ولكن بعد فوات الأوان، ولكنهم قاموا بقتل فرس البحر. ثم نقلوا جثة الملك إلى قصره في مدينة منف، حيث قام الكهنة بتحنيط الجثة وتكفينها، واستمر ذلك مدة 70 يوما. ثم وضعوا الجثة في تابوت حجري نقل في احتفال مهيب إلى إحدى السفن الراسية في الميناء التي أبحرت به من فورها إلى عاصمة الملك في الجنوب. وعندما وصلت الجثة إلى المدينة، حملها الكهنة إلى المعبد، حيث اجتمع الشعب الحزين لتوديع ملكه المحبوب وبطله العظيم الوداع الأخير.